خلينا نبدأ معك أبو تركي. فتح الجبال يغادر الفتح وينتصر الفتح بخمسة أهداف مقابل ثلاثة. حال الفتح المميز هذه المواجهة في هذه المواجهة، في المقابل الحالة برضو العلامة استفهام الكبيرة اليوم، العدالة اللي كنا برضو نشيد فيه وبجماهيريته وحضوره الفني في بداية الموسم. شوف، أول شيء لازم نقول أنه الفتح صحة وضرب على قولتهم فأوجع وأوجع الجار، يعني بنتيجة جدا كبيرة وثقيلة، ومن بداية المباراة تشعر بأنه أساسا في رغبة كبيرة عند الفتح. السؤال المهم أنه فتح الجبال صاحب أهم الأرقام مع هذا النادي، وصاحب امتيازات غير عادية، وصاحب نقطة في تاريخ نادي الفتح لن تنسى طوال ما احنا نتابع كرة قدم، اللي هي تحقيق دوري زين، وأيضا وجوده في المناطق الدافئة وأحيانا كمنافس صحيح. في بعض البطولات في مرات سابقة، ورحيله لنادي الشباب في فترة ومن ثم عودته إلى نادي الفتح. السؤال اللي يطرح نفسه تركي اليوم، الشكل الفني اللي شفناه والرغبة الفوز وكمية الأهداف تخليك تشعر بأنه ربما ما قاله صالح أبو نخاع عن مدربهم السابق مع لاعبين ضمك، ربما يكون، أنا أقول ربما، يعني ترى ما عندي معلومة، لأنه يعني انتفاضة واضحة، صحوا الجماعة، صحوا صح يعني مع شهية مفتوحة وأهداف أشكال والوان، وكنت أثناء التقرير يعني معجب واحد من الأهداف، فمعنى هذا أنه كان فيه يمكن يعني حالة بعد وتنافر بين اللاعبين وبين المدرب. على أي حال أنا أقول بأنه الوضع الطبيعي لنادي الفتح بلاعبينه الأجانب سواء الجدد أو اللي من قبل، بلاعبينه المحليين، وضعه الطبيعي أن يعني لا يكون في المؤخرة بصراحة. بالنسبة للعدالة يبقى يعني شوف، اليوم احنا نقول ديربي، لكن شوف كم للعدالة والفتح ما تقابلوا، اوكي، يعني كم للفتح يلعب في دوري محمد بن سلمان، وبالنسبة للعدالة أول مرة يكون في الدوري الكبار، فهذه كلها يعني فوارق كبيرة استغلت من الفتح بالشكل الإيجابي، وحقق الفتح النتيجة اللي يبحثها.